انت الصديق الوافي ليا دلوقتي يا بوشكا، مش لاقي حد اتكلم معاه غيرك. عم سعيد، عم سعيد لو اتكلمت معاه الجيران كلها تسمعني ويعرفوا اسراري، لكن انت محدش ابدا هيعرف انا بقولك ايه. مش كده يا بوشكا؟ مش كده؟ اولا ماما وحشتني قوي. طبعا كتبت لها جواب، ده انا كتبت لها عنك، قلت لها ان انت اعز صديق عندي دلوقتي. وثانيا تفتكر ما جوش ليه الليله دي؟ اوعى هيكونوا اتخانقوا بسببي. عارف لو ده حصل انا هاخدك ونمشي من هنا على طول. بس هنمشي نروح على فين؟ دي كل الابواب متقفله في وشي. بس هم ناس طيبين، كلهم طيبين صح؟ الاستاذ بسيوني والاستاذ نبيل والاستاذ عبد السلام وسامي، اقصد يعني الاستاذ سامي. عارف يا بوشكا، سامي ده لو يبطل حته الغرور اللي فيه وان كل بنت اول ما تشوفه لازم تحبه على طول، لو يبطل ده هيبقى انسان كويس قوي. ولا انت ليك راي تاني؟ على رايك خلينا احنا في المذاكره والماجستير. طيري يا طيارة، طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيري على طول. انت جيت؟ جاي ليه؟ تشوفني؟ فاكر؟ فاكر ما كنت بتحب تظهر بيا قدام الناس عشان توريهم قد ايه انا جميلة وناجحة، فاكر؟ بس دلوقتي كل ده اتغير ورمتني في المصحة سنين عشان الناس تنساني. هما لما بيسألوك عني بتقولهم ان انا في باريس، مش كده؟ هما الناس لسه شايفيني بصورتي بتاعت زمان، البنت الجميلة اللي كلهم بيحبوها. طب صحابي لسه فاكريني؟ انت عارف انا نفسي ارجع للصورة دي تاني. عمرك شفت حد نفسه يبقى صورة؟ انا بسببك، لانك كنت بتحب الصورة دي وبتعتبرها كل حاجة في حياتك. امشي، مش عايزة اشوفك.